نجح هذا الشاب بتحويل سطح منزله لمزرعة خضار متنوعة يقطف منها محصوله اليومي من الخضروات، معتمدا بذلك على التقنية وما يعرف بالزراعة المائية. شفت مساحة كافية على سطح البيت وقلت استغلها بشيء مثمر، والحين الحمد لله صار لي شهرين أقطف منها خضرتنا منها ونعطي الجيران، والحمد لله المحمية ما هي بحاجة أي جهد زايد لأنها تعمل على نظام ذكي، بس نطلع ونقطف. جتني الفكرة أيام دراستي في إيرلندا بعد ما أخذنا معهد اللغة لزيارة أحد المزارع في إيرلندا. أكثر من 10 أنواع من الخضروات والورقيات نجحت وأثمرت في هذه المزرعة لتحول هذا السطح المهمل سابقاً إلى مزرعة وبستان أخضر يسر الناظرين. استغرق وقت إنشاء المحمية تقريباً سنة، وهي تعمل على نظام ذكي ترموستات يقيس درجة الحرارة الداخلية، في حال ارتفع درجة الحرارة يشتغل خلايا التبريد، ونظام الري عندي ذكي أوقت التايمر يومياً إلى مدة دقيقة أو دقيقتين حسب احتياج المحمية. طبعاً ما استخدمنا أي مبيد حشري عن طريق المكافحة البيولوجية باستخدام حشرة الدعسوقة المتعرف عليها باسم أم علي. ومع نجاح هذه التجربة الزراعية في عامها الأول ووفرة إنتاجها وانخفاض تكاليفها، يفكر هذا الشاب بالتوسع بها وتحويلها إلى مشروع تجاري معتمد على تقنية الزراعة المائية. MBC مصر مزهم القريات.